سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيه قواتنا المسلحة شرف الوطن وكبرياؤه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه. أضاف سيادة الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: في الذكرى 49 للنصر العظيم أتوجه بالتحية للشعب المصري ولقواتنا المسلحة الباسلة لشجاعتهم وبطولاتهم ولشهدائنا الأبرار الذين جاهدوا بأرواحهم تحت راية هذا الوطن. وكمان توجه سيادة الرئيس بتحية سلام إلى روح بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات الذي خاض الحرب واثقا بالله وبعزيمة بني وطنه ليحقق نصرا عظيما سيظل برهانا على إرادة وصلابة المصريين وتمسكهم بسيادة الوطن وكرامته. كمان امبارح تلقى سيادة الرئيس اتصال تليفوني من الرئيس التونسي قيس سعيد، قدم خلال الاتصال التهنئة إلى سيادة الرئيس بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. قال الرئيس التونسي إن ملحمة العبور بتمثل صفحة مشرقة من التضحية والنضال من أجل الدفاع عن الأرض وعن قيم الحرية والكرامة، وهي الذكرى التي ستظل راسخة في عقول وقلوب شعوب الأمة العربية. كمان امبارح السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت: إننا نحتفل بالذكرى 49 لنصر أكتوبر المجيدة الذي حققت فيه قواتنا المسلحة معجزة عسكرية بكل المقاييس، أثبتت فيه بسالة الجندي المصري وشجاعته في تحقيق النصر والتغلب على أي عقبات أو تحديات، سلاما إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية تراب هذا الوطن دفاعا عنه وعن استقلاله وصون كرامته. مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض فيه تقرير عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر سبتمبر اللي فات، وكمان احتفال القوات المسلحة بذكرى المولد النبوي الشريف. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء واستعرض فيه تقرير حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر 2022. التقرير كشف عن تلقي المنظمة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر اللي فات، وتم الانتهاء من مراجعة وفحص 135.5 ألف شكوى وطلب. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير بيتضمن انفوجرافات حول المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء واللي بتمثل جني لعوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة. التقرير كشف عن وجود استثمارات ومقومات صناعية وزراعية ضخمة بسيناء ومدن القناة، وإنه تم وجاري تنفيذ استثمارات لتنمية شبه جزيرة سيناء بأكثر من 700 مليار جنيه خلال 8 سنوات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن هيئة البحوث العسكرية نظمت المعرض السنوي الـ15 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2022، واللي بيضم العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور اللي تناولت مراحل حرب أكتوبر، فضلاً عن دور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة في كافة المجالات. امبارح برضه المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1444، وتم تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية اللي بتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنظيمها لتنمية الوازع الديني لدى أفراد القوات المسلحة. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية إن إدارة الموسيقات العسكرية شاركت أبناء الشعب المصري العظيم احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، وده من خلال تقديم عدد من العروض الموسيقية بالميادين الرئيسية، وقامت الفرق السيمفونية العسكرية بتقديم عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة واللي لاقت إعجاب المشاهدين للعروض. حان ما يحدث في شبه جزيرة سيناء من تنمية وتطوير يؤكد أن الدولة استطاعت أن تحقق معادلة غاية في الصعوبة، الأمن والتنمية.
في سيناء. الدولة وضعت على رأس أولوياتها تطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتناسب مع مقوماتها، وفي نفس الوقت لأهل جزيرة شبه جزيرة سيناء، لأن هم بالفعل يستحقوا أن يكون في تنمية عندهم. احنا تابعنا من خلال التقرير الرقم المبلغ نفسه اللي تم دعم شبه جزيرة سيناء به خلال الفترة اللي فاتت بمجموعة كبيرة جدا من المشروعات، وصل قد ايه؟ 700 مليار جنيه. ده رقم كبير جدا، لكن بالفعل كانوا يستحقوا ان يكون هناك مشروعات خدمية ومشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وخلافه، كل المشروعات موجودة هناك. الجميل في الموضوع كمان ان الدولة بتشجع المستثمرين لانهم يستثمروا هناك، فمش عاملة مراكز للمستثمرين تقول اللي عايز مثلا يستثمر في شبه جزيرة سيناء يروح هناك يجي يخلص أوراقه الأول من القاهرة ويروح هناك يشوف الوضع عامل إزاي ويستثمر. لا، أنشأنا 3 مراكز لخدمة المستثمرين في شبه جزيرة سيناء عشان نسهل أكتر على المستثمرين. فالحقيقة أن في مشروعات كتيرة جدا بتحصل هناك، وده زي ما قلت لحضراتكم من حقهم أن يكون هذه المشروعات موجودة، لأن شبه جزيرة سيناء عانت لفترة كبيرة جدا من التهميش، لكن عندهم مقومات، عندهم مقومات مهمة جدا. في 339 مشروع على الخريطة الاستثمارية أو منطقة استثمارية تصلح للاستثمار في شبه جزيرة سيناء موجودة على الخريطة الاستثمارية بتاعتنا، فطبعا في مقومات لكن كانت محتاجة قرار لاستغلال هذه المقومات، الاستغلال الأمثل، وده بالفعل اللي بيحصل دلوقتي من خلال المشروعات اللي بتتم. طيب هنروح مع حضراتكم دلوقتي لجولة المحافظات، مجموعة كبيرة برضو من الأحداث حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ولمنها الانتهاء من 26 مشروع في قطاع مياه الشرب بنسبة 100% بقرى حياة كريمة في الأليوبية، بالإضافة إلى بدء تركيب سواري أعلام الدول المشاركة في قمة المناخ في شرم الشيخ، وأيضا انطلاق النسخة الثامنة لمنتدى دندرة الاقتصادي في إنا، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الأليوبية اللي أعلن فيها خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر الانتهاء من 26 مشروع في قطاع مياه الشرب بنسبة 100% من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز شبين القناطر. في جنوب سيناء قال المحافظ اللواء خالد فودة إنه هيتم البدء في أعمال تركيب أعلام الدول المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ بارتفاع 25 متر، وده ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بحضور 90 دولة على مستوى العالم. في شمال سيناء تم اختتام الأنشطة الصيفية بالهيئات الشبابية الرياضية بسيناء، واللي أقيمت في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات 6 أكتوبر، وشارك فيها حوالي 600 لاعب ولاعبة على مستوى المحافظة. في جامعة قناة السويس قال الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة إن احتفالات الجامعة بنصر أكتوبر المجيد مستمرة على مدار الشهر الكامل، وهتكون متنوعة ما بين ندوات بجميع الكليات وحفل فني كبير لأوركسترا الحلم، وكمان هتستضيف أبطال عمليتي تدمير ميناء إيلات الإسرائيلي والحفار، وده علشان يشعر كل طالب وطالبة بقيمة التضحيات العظيمة اللي سطر جيش مصر بدمائه، بطولتها اللي هتظل خالدة في التاريخ. في كفر الشيخ استقبلت المحافظة كرفان وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، وده ضمن المبادرات الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف COP27. في قنا شهد المحافظ اللواء أشرف الداوودي فعاليات منتدى دندرة الاقتصادي في نسخته الثامنة، واللي بيحمل عنوان ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية. المنتدى بيهدف للتأكيد على محورية البناء الإنساني لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. في سوهاج أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة أنه تم فحص ما يقرب من 84 ألف مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، واللي بتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين. في أسوان عقد المحافظ اللواء أشرف عطية اجتماع لمتابعة استقرار العملية التعليمية داخل المدارس بعد انتهاء الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد. الاجتماع تناول المراجعة الشاملة للحالة الإنشائية داخل 1506 مدرسة موزعين بجميع أنحاء المحافظة طبقاً للجان الفنية والهندسية المختصة بذلك.